أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الجماهيري الحصري. على فريق المهاجمين هذا اجتياز الحواجز الصعبة والظروف السيئة التي وضعها أمامه فريق المدافعين. هذا هو فريق المدافعين الذي أعد الحواجز وخلق الظروف الصعبة أمام فريق المهاجمين. هل سيتمكن فريق المهاجمين من اقتحام الحصن هذه المرة؟ تابعوا معنا. السيد تاكيشي ومساعده إيسيكورا، وهذا ضيف الحلقة، إنه ممثل ياباني معروف يمثل هنا دور الإمبراطور، وقد ارتدى زي الإمبراطور فعلا. تضم مجموعة المدافعين نخبة من الرياضيين، حيث الملاكم ولاعب التايكوندو ولاعب الكاراتيه، وعلى هذا الفريق أن يتصدى للمهاجمين الذين يحاولون اقتحام الحصن. السيد تاكيشي تغمره السعادة لهذا الفريق القوي الذي جمع. ويستعرض السيد إيسيكورا فريقه أمام الضيف. هذا لاعب كاراتيه سابق. وهذا الفريق محترف في لعبة الفوليبول. وهذا مصارع. وهذا ملاكم سابق. إذن هذا فريق المدافعين عن الحصن. قائد المهاجمين يجمع أعضاء فريقه، يحثهم ويشد أزرهم، والجميع يلبي النداء. يتعرف قائد المهاجمين على فريقه الآن. مجموعة مختلفة من الشباب والفتيات، وهم ذوي مهن مختلفة، منهم الطالب ومنهم المدرس ومنهم العامل والموظف وحتى ربات البيوت. هذه تشترك لأول مرة في برنامج الحصن. قائد المهاجمين هو الممثل الياباني هاياتو تاني، والمعروف بأدوار الحركة في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية اليابانية. وأمر بالهجوم. السيد جونجي المراسل الصحفي يستعرض الآن الحاجز الأول الذي سيفد إليه المهاجمون بعد قليل. على المهاجم في الحاجز الأول أن يتناول هذه السندويشات المعلقة بواسطة الفم فقط. ونلاحظ أن أيدي المهاجمين مكبلة، بحيث لا يتمكن المهاجم من استعمال يديه. Thank you.
من يتمكن من التقاط الساندويش بفمه يكون قد اجتاز الحاجز الأول، ومن لا يستطيع لن يتمكن من مواصلة السباق. نلاحظ هنا الجميع مزدحم أمام ساندويش واحد معلق ومساعدة لهذه المهاجمة لالتقاط الساندويش. السيد جونجي مع من تبقى من المهاجمين الذين لم يستطيعوا التقاط الساندويشات، هذه عمرها 23 عاما، ونتيجة لروح الإيثار التي يتحلى بها هذا المهاجم فقد استحق جائزة مالية مقدارها 100,000 ين. رفع إحدى المهاجمات وساعد الأخرى بسحب الخيط. قائد المهاجمين أمام المهاجمين الذين نجحوا في اجتياز الحاجز الأول وهم 100 مهاجم. في الحاجز الثاني المهاجمون يستعملون المسدسات المائية، هذا فريق المدافعين الذي يتولى التصدي للمهاجمين في الحاجز الثاني. كل مهاجم يضع على رأسه حاجزا ورقيا سوف يحول دون اختراقه من قبل فريق المدافعين. قائد المهاجمين وقد أمرهم بالانطلاق لتسلق الحاجز الثاني وسط القنابل الدخانية وأمام الرشاشات والمسدسات المائية. نلاحظ أن المهاجمين يحاولون حماية الحاجز الورقي. إذا أصيب هذا الحاجز وهو مقتل المهاجم يكون قد خسر الجولة. هذه المهاجمة عمرها 25 عاما وقد خرجت من النزال. مهاجمة أخرى تقول: أكره ذلك المدافع الذي أخرجني من هذه الجولة. بقي من المهاجمين 94 مهاجما. هذا السيد جونجي المراسل الصحفي يحمل مسدسا مائيا يقول إنه جميل. ويقول أجربه. الحاجز الجديد بيت الشياطين. يختبئ فيه هذا المصارع المعتزل ومصارع آخر لإخافة المهاجمين ومن يحاولون اقتحام مكان تحصنهم. في داخل هذا البيت وهو دهليز، أبواب مموهة متشابهة لا تمكن المهاجم من التمييز بينها. يحاول المهاجمون اختراق الأبواب في الدهليز للوصول إلى بر الأمان. من يتم الإمساك به يقوم المصارعان بتلطيخ وجهه بالحبر الأسود، ويأمر قائد المهاجمين بانطلاق المهاجم الأول إلى الدهليز. مهاجم عنيد كما نشاهد يتصدى للمصارعين وإلى الماء. مهاجم جديد يتعثر منذ البداية
ويواصل تقدمه باتجاه الدهليز، يحول المناورة ويتلقفه المصارعان، ولا بد من تلطيخ وجهه بالحبر الأسود، ولكنه سعيد. مهاجمة جديدة وخوف منذ البداية، وقد حوصرت لتقع في الماء أخيرا. نلاحظ أن المصارعين يحاولان محاصرة المهاجم حتى لا يكون أمامه من خيار سوى أن يقع في الماء أو أن يتلقف، وهذا المهاجم خرج ملطخ الوجه. عمره 34 عاما، ومقابلة مع السيد جونجي، ومهاجم جديد موفق حتى الآن، ويخرج إلى بر الأمان. يواصل المهاجمون محاولتهم اجتياز الحاجز الثالث وإلى الماء كذلك، ويطلب المساعدة من المصارعين، ولكن ليس بدون مقابل، فلا بد من تلطيخ وجهه بالحبر الأسود. مهاجمة جديدة يشجعها قائد المهاجمين، وإلى الماء. بقي من المهاجمين 80 مهاجما. السيد إيسيكورا يشرح لضيف هذه الحلقة عن الحاجز الجديد، وهو حاجز بحيرة التنين، وعلى المهاجم أن يجتاز البحيرة عبر قوالب ثابتة ومتحركة، والمسألة هنا مسألة حظ. هذا المهاجم لم يحالفه حظه منذ البداية. مهاجم آخر موفق وفي الماء. القواعد في البحيرة متشابهة، بحيث لا يستطيع المهاجم أن يميز بينها. يواصل المهاجمون الوقوع في الماء. هذه المهاجمة عمرها 22 عاما، تقول إن الماء بارد. مهاجم آخر ينجح حتى الآن ويحاول، ولكن قبل أن يصل الضفة الأخرى من البحيرة لم يحالفه الحظ. مهاجم ينطلق ويضرب رأسا في الماء. يتعثر أيضا ويقع في الماء، وهذه المهاجمة تتعثر قبل وصولها بحيرة التنين. عمرها 38 عاما، وهي زوجة مدير شركة يابانية، آثرت إلا وأن تشارك العاملين في شركة زوجها والحضور للاشتراك في مباريات الحسم.
تقول إنها سعيدة جدا. مهاجم جديد وإلى الماء كذلك. مهاجم من الوزن الثقيل يتوفق، ولكن قبل أن يصل الضفة الأخرى من البحيرة يحاول الاتزان، ولكن إلى الماء. مهاجم جديد يبدو أنه يتمتع بلياقة بدنية، يمسك بنفسه عن الوقوع في الماء، يحاول مرة أخرى وينجح في الوصول إلى الضفة الأخرى. السيد تاكيشي، وقد تبقى من المهاجمين 65 مهاجما. السيد إيسيكورا يتحدث إلى ضيفه. الحاجز الجديد مصارعة السومو. مصارعة السومو رياضة تقليدية يابانية. في داخل هذه الحلبة مصارع بانتظار أحد المهاجمين لمواجهته. هذا مصارع أيضا وضخم كما نشاهد. كل مهاجم يتناول كرة لونها يحدد من سينازل من المصارعين، وهذه تنازل هذا المصارع الضخم. على المهاجم محاولة الإيقاع بالمصارع داخل الحلقة أو أن يخرجه خارجها. إذا وقع يعتبر خاسرا أيضا. يبدو أن هذه المنازلة متكافئة، ومحاولة من المهاجم كانت ناجحة. مهاجم جديد يتمتع بلياقة بدنية، يواجه هذا المصارع المحترف. نلاحظ أن المصارعين يلبسون لباس هذه الرياضة، وهي رياضة السومو. يحاول إخراجه خارج الدائرة أو الإيقاع به، وقد أوقع به فعلا. اللون الأصفر ومواجهة مع هذا المصارع. نلاحظ أنه يمسك بخصره، وهي أخطر منطقة يتعرض لها المصارع في رياضة السومو، ويوقع به ويقع فوقه أيضا. يفاجأ المصارع بعد تناوله للكرة، ومواجهة مع مصارع متقدم في السن. لقد أثبت قوة وجدارة الاثنان معا، ويوقع به أخيرا. هذا المهاجم عمره 21 عاما، يقول: لدي إلمام بلعبة السومو، ولكن خصمي كان قويا. إنني أعترف بأنه قوي. مهاجم جديد ومواجهة ومنازلة ربما تكون متكافئة، ولكن للمرة الثانية يخسر هذا المصارع هذا النزال.
هذه المواجهة مع هذا المصارع الضخم والمحترف، ونلاحظ أن المهاجم يبذل كل ما لديه من قوة ولكن دون أن يفلح. اللون الأحمر ومواجهة على الطريقة اليابانية ويخرجه خارج الدائرة. يواصل الآن المهاجمون تقدمهم نحو الحاجز التالي، وقد تبقى 56 مهاجما. السيد جونجي يحمل الميكروفون ووردة التقطها وقطفها من بين الأغصان. الحاجز الجديد لعبة السيطرة عند التوقف. على المهاجم في هذه اللعبة أن يرتدي هذا الرأس الضخم وأن يتحرك أثناء العد 1 2 3. نلاحظ أنه ليس من السهل على المهاجمين التوقف عند الانتهاء من العد، حيث ينقلب البعض منهم على وجهه، ذلك لأن الجسم الذي يلبسه المهاجم ضخم جدا والأرض إسفنجية. في الواقع يتطلب ذلك من المهاجم محاولة الاتزان أثناء التقدم باتجاه من يعد 1 2 3. هذا المهاجم وصل عنده ولكنه وصل يتدحرج. يعد من جديد 1 2 3، وصل 2 أيضا. ويدحرجه على الأرض الإسفنجية حتى نهاية المنحدر. هذا المهاجم عمره 54 عاما. يقول إن هذه اللعبة تذكرني بشبابي. هذا هو المهاجم وهو مدير الشركة، حضر مع العاملين للاشتراك في مباريات الحصن. جولة جديدة في لعبة التحرك والتوقف المفاجئ. على المهاجم أن يمسك نفسه عن التحرك في اللحظة المناسبة، ولكن الجسم الضخم الذي يرتديه والأرض الإسفنجية تحول دون ذلك. كذلك الأرض منحدرة، وكلما تقدم المهاجم كلما واجه صعوبة وبالتالي تدحرج وتوقف عن التقدم. واحد 2 3، على المهاجم أن يتحرك أثناء العد. هذا المهاجم وقع وفقد خوذته أيضا. في هذه الجولة نلاحظ أن المهاجمين يواصلون تقدمهم
والسيطرة على اتزانهم رغم الصعوبة التي يواجهونها. بدأ العد السريع كما نلاحظ، توقيت زمني موفق للمهاجمين الثلاث هنا. وسيتاكيشي مع مساعده إيسيكورا وضيف الحلقة، وقد تبقى من المهاجمين 39 مهاجما. يحتفل السيد تاكيشي بأن عدد المهاجمين قل كثيرا، ويتناول مع ضيفه الشاي الياباني، لكن الضيف لم يعجبه المذاق فيعاقب السيد تاكيشي مساعده إيسيكورا. الحاجز الجديد أبواب الحرية. هذا محارب الساموراي وقائد الهجوم يأمر بتوجه المهاجم الأول لاختراق الأبواب، وهي أبواب قد تكون ورقية أو خشبية. اخترق الأول فالثاني واصطدم بالثالث ومهاجمة جديدة لم توفق منذ البداية. نلاحظ أن الأبواب مموهة بحيث يصعب على المهاجم أن يميز بينها، ومحاولة الاختراق قد تكون مؤلمة حيث يندفع المهاجم بكل ما لديه من قوة. هذا المهاجم عمره 29 يقول: لولا هذه الخوذة التي ألبسها لكنت قد آذيت رأسي. اختراق موفق لهذه المهاجمة، ومحارب الساموراي يحاول إخافتها وقد وقعت في الشباك. مهاجم جديد ومواجهة مع الباب الخشبي. اختراق موفق لهذه المهاجمة، ولكن الحظ لم يحالفها في المرة الثانية. المسألة هنا مسألة حظ، لا يستعمل المهاجم ذكاءه أبدا، ليس هناك من مجال. والحاجز الثالث، فالحاجز الرابع، وتنجح هذه المهاجمة في مهمتها. السيد تاكيشي ومساعده وضيفه، وقد تبقى من المهاجمين 22 مهاجما. الحاجز الجديد المحاور المتحركة. قائد المهاجمين يأمر بتوجه المهاجم الأول، ينتقل على المحور الأول ويحاول الآن الانتقال على المحور الثاني الذي يتحرك بطريقة معاكسة تماما للمحور الأول. على المهاجم أن يحافظ على اتزانه، وكذلك على التوقيت الزمني في الانتقال. انتقال موفق على المحور الأول،
تحافظ على توقيتها الزمني لتنتقل إلى المحور الثاني وتفقد الاتزان. على المهاجم أن يحاول الانتقال إلى المحور الثاني عند التقائهما، ونلاحظ أن المهاجمين لم يستطع أحد منهم حتى الآن أن ينتقل إلى المحور الثاني عند التقاء رأسي المحورين. انتقال موفق وفقد اتزانه أيضا. هذه المهاجمة عمرها 30 عاما، ومهاجم آخر عمره 25 عاما، يشتركان في الخسارة. مهاجمة جديدة تقف بانتظار رأس المحور للانتقال على الأرض أيضا. نلاحظ أن الأرض فرشت بالبودرة، ومهاجم جديد أيضا يحاول أن يتزن ولكن على الأرض كذلك. انتقال موفق حتى الآن. ووقع كذلك. بقي من المهاجمين 7 فقط يتجهون عبر النفق المؤدي إلى ساحة أوكار الوحوش، حيث يختبئ هناك وحشان بانتظار من يقع في وكر أحدهم. الوحشان الآن ينزلان في وكرين، وهذه المهاجمة تأتي عبر النفق ومحارب الساموراي بالانتظار لإخافتها، وقد اختارت الوكر الآمن. نلاحظ على الشاشة فقط مكان تواجد الوحشين، وفي الواقع المهاجمون لا يعرفون أبدا مكان تواجدهما. المسألة هنا أمام المهاجمين لعبة حظ. ومهاجمة جديدة تختار وكرا آمنا أيضا. اختيار موفق. هذا هو المهاجم الأخير، اختار منطقة آمنة أيضا. ثم عبر النفق المؤدي إلى ساحة الحصن الرئيسية، حيث المواجهة الأخيرة. يتوافد المهاجمون 6 إلى الساحة الرئيسية للحصن، ويكون بانتظارهم قائد المهاجمين. يرحب بهم، يحثهم على إظهار قوتهم لاقتحام الحصن في الجولة الأخيرة. يتعرف عليهم، هذه عمرها 18 عاما وهي طالبة. هذا عمره 18 عاما، طالب أيضا. عمرها 23 عاما، طالبة جامعية. عمره 28 عاما وهو موظف في شركة. عمره 20 عاما، طالب جامعي.
وهذا عمره 22 عاما وهو طالب جامعي أيضا. إذن تبقى 6 مهاجمين يستعدون إلى الجولة الفاصلة. اتجه الآن المهاجمون إلى مدرعاتهم ومصفحاتهم. السيد تاكيشي يقود المعركة النهائية بنفسه ويهزأ من فريق المهاجمين، حيث تبقى 6 فقط لاعتقاده بأن هذا الفريق لن يتمكن أبدا من اجتياح الحصن. هذه هي المعركة الأخيرة وانطلاق. تلتحم المصفحات وهذه المدرعات مع بعضها. نلاحظ أن المسدسات المائية تتجه صوب الحواجز الورقية في محاولة لاختراقها. من يخترق حاجزه في هذه الحالة يعتبر خاسرا. وها هو السيد تاكيشي برشاشه المائي يحاول تمزيق الحواجز الورقية للمهاجمين. يبدو أن المدافعين يحققون انتصارا في هذه الجولة والمهاجمين يتناقصون شيئا فشيئا. يلاحقون من تبقى من المهاجمين. وبقي الحصن منيعا. قائد المهاجمين وعلامات الهزيمة بادية علي، يقول ربما لم نكن موفقين ولكني سأحاول في المرة القادمة. هذان المهاجمان استحقا جائزة مالية مقدارها 100,000 ين لكل منهما. السيد تاكيشي يعبر عن سعادته لهذا الانتصار الكبير. انتهت أحداث حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بها. نلتقي مرة أخرى في الحلقة القادمة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.